يتجه الاندار اليوم الى الملعب كينغ عبد الله سبورتي ستاديوم بمدينه جده لاستضافه مباراه قويه وهامه بين فريق مانشستر سيتي الانجليزي وفريق اوراواري الياباني في نصف نهائي كاس العالم للانديه الكل يريد مشاهده المباراه اذا معرفة لا تضغط اشتراك بقناه وتابع معنا الفيديو حتى النهايه سوف تلعب المباراه في تم الساعه السابعه مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة السادسة بتوقيت غرينيت وسوف تنقل المباراة على قناة اس 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 سبورت دي وعيد و اتش دي خمسة الناقل الحصري لهذه المباراة تجدون رابط في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا دعمنا بكل بقناة و شاركونا توقعاتكم من المباراة من سوف يفوز الفريق الموشستر سيتي الانجليزي او فريق اوراواريز الياباني